حكايتنا النهارده حكايه شتويه. هنتكلم النهارده عن البليله بطريقه جديده، هنعملها بالسحلب. اول حاجه بجيب نص كيلو من القمح في ميه سخنه بتغلي لمده نص ساعه، بعد كده بجيب حله ثانيه وبضيف فيها لتر لبن، بعد كده بضيف عليها كوبايه من البليله المسلوقه والاثنين يغلوا مع بعض. بعد ما اللبن غلي معايا ببدا اضيف كوبايه من السكر، بضيف عندي فصين مستكة وبضيف عندي باكو فانيليا. ودلوقتي هنحضر السحلب، معلقتين من السحلب على 3 معالق من الميه، وابدا اضيف السحلب بعد ما ضربته في الميه على البليله مع الخفق المستمر. بعد ما استوت معايا هتبقى بالشكل وبالقوام ده. بعد كده ببدا ان انا اقدمها في اي حاجه انت عايزاها. بعد كده ببدا اضيف عندي اول حاجه كنافه، بعد كده بضيف اي نوع مكسرات عندي، بعد كده عشان الشتا بنحط معلقه قشطه ورشه سمنه بلدي، واخر حاجه رشه القرفه. ودي كانت حكايتنا النهارده، حكايه البليله بالسحلب. اتمنى ان شاء الله حكايتنا النهارده تعجبكم، واستنونا في الوصفه الجايه بحكايه ان شاء الله. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.